السلام عليكم وبركاته. الحمد لله وكفى وسلام على عبده الذين اصطفى، لا سيما النبي المجتبى والامين المصطفى على اصحابته الكرام وال بيته العظام المستكملين الشرفاء. وبعد، اخوتي الكرام، ما زلنا مع الرقاق من كتاب الدارمي. الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه واله وصحبه وسلم. اللهم ارض عنا وعن شيخنا وعن والديه والحاضرين والمسلمين. امين. قال الإمام الدارمي رحمه الله تعالى عليه، قال في مسنده وزن مع كتاب الرقاق، قال: باب في قول النبي صلى الله عليه وسلم: الجنة بشفاعة رجل من أمتي 70,000. قال رحمه الله: أخبرنا المعلى بن أسد، قال: حدثنا وهيب عن خالد عن عبد الله بن شقيق عن عبد الله بن أبي الجدعاء أنه قال رضي الله عنه: سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم يقول: لا يدخلن الجنة بشفاعة رجل من أمتي أكثر من بني تميم. قالوا: سواك يا رسول الله؟ قال: سواي. سبحان الله. هذا الحديث أخرجه ابن ماجه، وهو إسناد صحيح، وهو وهيب هو ابن خالد الباهلي، خالد هو ابن مهران الحزاء أبو المنازل، وأخرجه الترمذي من طريق إسماعيل بن إبراهيم بن علي عن خالد الحزاء بهذا الإسناد، وهو في مسند أحمد أيضا وصحيح بن حبان. ففي هذا الحديث يقول النبي صلى الله عليه وسلم: يدخل الجنة بشفاعة رجل، أي سوف يشفع رجل يوم القيامة في أناس فيدخلهم الله جميعا الجنة بشفاعة رجل. ما هذا الرجل؟ من هذا الرجل؟ ما الذي في الرجل يجعله عند ربه جل في علاه بهذه المكانة؟ يعني قال: أكثر من بني تميم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أكثر من بني تميم، أي عدد هؤلاء الذين سوف يشفع لهم هذا الرجل فيدخلون الجنة بشفاعته أكثر من عدد قبيلة بني تميم. وبنو تميم من أكبر قبائل العرب، بنو تميم من أكبر قبائل العرب. قيل: يا رسول الله، سواك؟ أي سأل أحد الحاضرين للنبي صلى الله عليه وسلم: هل هذا الرجل سيشفع رجل غيرك، أم تقصد أنك ستشفع فيدخلون الجنة؟ قال: سواي، بل هو رجل آخر غيري سيشفع في أمتي. وقيل: هذا الرجل سيشفع هو عثمان بن عفان رضي الله عنه ورضاه. وقيل: أويس القرني. والحقيقة أنه لم يأتي دليل على التصريح من هو، لكني أقول هذا إبهامه له دلائل. إبهامه والحكمة فيه هو أن تعلم أن هناك من هذه الأمة من جعل الله فيه من الخير الكبير الوفير، بأن الله يوقفه حتى يشفع في 70,000 أو يشفع في قبيلة تامة تدخل الجنة. والحق أن العالم يدخل في مثل هذا، لأن ورد بعض الأثار عن النبي المختار صلى الله عليه وسلم أن الله يحجز العالم، يقول له: انتظر، ما تدخلش الجنة. الناس يدخلون وهو يريد يدخل الجنة، فيقول: انتظر، انت ما تدخل، فيوقفه فيقول: اشفع في هؤلاء واشفع في هؤلاء واشفع في هؤلاء واشفع في هؤلاء. شوف الله جعل يعني اوقف دخول الجنة لبعض الناس على شفاعة العالم. فكيف يكون العالم عند ربه جل في علاه؟ تأخيره للجنة هذا تأخير عبادة، تأخير فيه من الفضل العظيم بأنه يشفع في كثير من الناس، ويقول: اشفع في هؤلاء واشفع في هؤلاء واشفع في هؤلاء، يؤخره عن دخول الجنة من أجل الشفاعة في الناس، ويكون مصدر. أما شوف، كما قلنا في مسألة مهمة، إيش هي؟ إن الله زرد على نزل مكانة أحد يعني. يا كليب، يلا يلا، هات ما عندك من السودانية، هات شروق. بتقول إيه؟ شروق. شنو؟ أنت لسه عايش في الخرطوم؟ نعم، تفضل. ممتاز، جزاك الله خير. كما أن الله جعل العالم أمانا وأمنا للأمة في الدنيا، وأمان وأمنا في الآخرة. انظروا امتداد الأمان في هذا الباب. والأمة يعني تحاول إسقاط العالم، والله جعله مظلة أمان له في الدنيا وفي الآخرة، كما قال أبو موسى الأشعري: النجوم أمنة السماء. وقال علماء الأمة: هم نجوم السماء، سماء الإسلام. قال العلماء: هم النجوم. فإذا كانت النجوم جعلها الله من أهم وظائف النجوم أنها أمنة لإيش؟ للسماء، وحفظا من كل شيطان مارد. لا يسمعون المال الأعلى ويقذفون من كل جانب. فالغرض المقصود بأن كما جعل النجوم أمنة للسماء، جعل العلماء أمنة لأهل الإسلام في الدنيا، لأنهم تبدد ظلمات الفتن بهم، وفي الآخرة، في الآخرة يشفعهم الله في جميع في كثير من الناس. فيكون الإبهام هنا عشان تعلم أنه يمكن عثمان بن عفان، يمكن ويس، يمكن أن نقول المسألة ليست بشخص بعينه، رجل له سمات وصفات، ومن أجلها أنه من العلماء. نعم، تفضل. قال رحمه الله: باب قوله تعالى: يوم تبدل الأرض. قال الآية: قال: أخبرنا عمرو بن عون، قال: أنبأنا خالد عن داود عن الشعبي عن مسروق أنه قال: قلت لعائشة رضي الله تعالى عنها:
يوم المؤمنين أرأيت قول الله تعالى يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات وبرزوا لله الواحد القهار. أين أخونكم؟ أين البقية؟ لما لم تتصلوا بهم؟ قلنا لا يؤمن أحدكم حتى أحب الأخي ما أحب لنفسي. أنا أريدكم أن تتدبروا ذلك وتتدربوا عليه، هذا تدرب على المحبة في الله، وإلا فإحنا أصلا لا نسأل عن أحد من أجل أنه أحد. هذا تطبيق لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى أحب الأخي ما أحب لنفسي. أنا أسف، تفضل أستاذ. قال رحمه الله قلت لعائشة يا أم المؤمنين أرأيت قول الله تعالى يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات وبرزوا لله الواحد القهار أين الناس يومئذ؟ قالت رضي الله عنها سألت رسول الله عن ذلك صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم فقال على الصراط. سبحان ربي العظيم، وهذا حديث عظيم جدا. أيضا يبين لك أمور، الأمر الأول أن السماوات ستتبدل وأن الأرض ستتبدل، لأنها ستهدم أصلا. إذا السماء انفطرت وإذا الكواكب انتصرت وإذا البحار فجرت وإذا القبور بعصرت علمت نفس ما قدمت وأخرت. قال الله تعالى يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات وبرزوا لله الواحد القهار. فهنا مصروخ يقول يا أم لا، إذا يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات أين هم؟ فقالت سألت النبي صلى الله عليه وسلم. شوف هنا لما قالت سألت النبي صلى الله عليه وسلم، لما أيها الضيف العزيز لما فكر تجد يحيى يحيى فكر يحيى حاتم يعني ماشي أحسنت، لأنه غيب، والغيب لا يمكن أن نتكلم فيه إيش بالرأس، ما ينفع. سألها عن غيب فيا إن أجابت لا تجيب إلا بتوقيف. لذلك ماذا قالت هنا؟ شوف سألت ما أصل إليه الأبدال، سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال على الصراط. وهذا حديث أنها سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن قوله تعالى يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات، وهذا يوم القيامة. فاختلف العلماء في هذا التبديل، وهل هو تبديل أوصاف أو ذوات؟ لأنه يقول أنه يحشرهم على أرض ككرسة النقي، يعني كالخبزة يتكفأها الرحمن. والحق أن الجبال ستنسف، وترى الجبال تحسبها جامدة وهي تمر مرة السحاب، سبحان الله جاءت كل شيء، وتفجر البحار وتجعل مستوية لا ترى فيها عوجا ولا أمتا، وتبدل السماوات بانتشار كواكبها وكسوف شمسها وخسوف قمرها، وقيل يخلق بدلها أرض يخلق بدلها أرض وسماوات أخر. يعني قولان، القول الأول تبديل إيش أوصاف، لأن الكواكب تنتثر ولأن السماء تتغير، والأرض أيضا نفس الأمر تستوي لا ترى فيها عوجا ولا أمتا. فهنا العلماء يقولون التبديل هو تبديل أوصاف، والصحيح الظاهر أن التبديل تبديل أعيان، لا سيما وان النبي صلى الله عليه وسلم يقول ليس فيها معلم لاحد. وظاهر من سؤال عائشه رضي الله عنها انها فهمت من التبديل تغيير الذات، ولهذا تسال فاين نكون، اين نكون الناس يومئذ عند تبديل الارض؟ فقال على الصراط، وقال يحتمل ان يكون المراد به الصراط المعروف الذي هو القنطره التي على النار يعبر فيها الناس كاجاويد الخيل كالريح، نعم، وكل له نور، وهذا عبور على الصراط الى الجنه اللي هو على جيش جهنم. واحتمل أنه اسم الموضع غير يستقر الخلق عليه حتى يكون الحساب، والمسألة محتملة في هذا وذاك، لكن التبديل الصحيح أنه تبديل ذوات، تبديل أعيان، والله على كل شيء قدير، لأن الأرض التي سيحاسبون فيها أرض لم يعص فيها الله قط، لم يعمل فيها معصية، لذلك فالتبديل تبديل أعيان. والله تعالى أعلى وأعلم. الفوائد المستنبطة: مكانة الناس عند الله جل في علاه، ولا يعلم أقدار الخلق إلا هو. رجل يشفع في 70,000، سبحان الله، ليس بنبي. قالوا أنت؟ قال لا سواي. إثبات الشفاعة للمؤمنين، وجوب الرجوع إلى العالم الغيب لا يتكلم فيه إلا بتوقيف، وهذا رد على الأشاعرة والمعتزلة الذين أدخلوا عقولهم في الغيب. وجوب الرجوع إلى الأعلم. رجع مصروخ إلى عائشة رضي الله عنها وارضاه. هي الشفاعة لا تكون إلا للعصاة أصلا، لا تكون إلا للعصاة، يعني الشفاعة أصلا فائدتها الأعظم أنها للعصاة. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم إيش قال؟ واختبأت دعوتي شفاعة لأمتي، وهي نائلة بإذن الله أهل الكبائر من أمتي.
طالب العلم قم لا تنم فإن الزمان يا طالب العلم قم لا تنم فإن الزمان انقضى وانصرم فكن ما حييت ظنينا به فظنك بالوقت عين الكرم وكن حلس درسك وافرح به تكن قائدا في غد للأمم وبادر شبابك من قبل أن يقطع عزمك سيف الهرم ودع ما استطعت فضول اختلاط وأكل ونوم وقول يذم وصاحب نبيلا ولا تكثرن فكم مكثر يا أخي حرم وحقق إذا رمت شيئا ولا تسمن بوهمك ذات الورم رأيت العلوم وأصحابها لدى كل ذي فطرة تحترم فإن رمت يا صاحبي رفعة بدنيا وأخرى فلذ بالقلم وأخلص لربك واعمل بما علمت وإن تلقى فيه الألم وصابر وثابر ولا تكسلا فإن الهموم بقدر الهمم.